حلو، برافو. سيب الكرة يا ميمون، برافو. سيب الكرة يا ميمون، هات الكرة لو سمحت. خد يا فلافيلو، ها 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 ها. وجعتك، ها وجعتك يا تخين، ها 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 ها. اي سلمت بتوجعني، اي انت بس مش كويس، وانا هخصمك ومش هلعب معاك تاني. تلعب مع مين يا تخين يا كلبوز؟ انت قادر تقوم لتشوت الكرة مخاصمني انا؟ ايه ده، انا راح اكل الموز بتاعي. ايه ده يا سلحوف، انت هنا؟ بس اخيرا، بس حلوة يا واد يا ميمون، جت في زلمت الفيل على طول. الفيل كان هيعيط. اما اقعد اكل الموز بقى بتاعي على المرجحه كده واستمتع كده بالموز. الله، لا دي طعمها وحش. يلا هوبا، وانت كمان مش مسكره، يلا هوبا ورا اختك. الله، موز جميل، انت كمان مش عجباني، هوبا ورا اختك. الله، ايه ده يا ميمون، ايه اللي انت بتعمله ده؟ ما ينفعش كده يا ابني، كده ممكن حد يتزحلق فيه، رجله تتكسر. قوم لمه بسرعة على حد يتأذي منه. ايه ده، انت بتقولي لي انا كده؟ لا، لو مش عاجبك انزلي لمي انت، وبعدين ايه ده يا جحكوحة، انت اللي تقولي لي كده. ما ينفعش كده يا حبيبي اللي انت بتعمله ده، ما ينفعش تطلع لسانك كده. وبعدين انا ست كبيرة قد مامتك، لازم تتعامل باسلوب احسن من كده مع اصدقائك واحبابك، ما ينفعش كده. مالكيش دعوة انت يا تيتا، انا قاعد باكل موز براحتي. وبعدين امشي يا كحكوح امشي، ابي سلميني على عكازك. اجي اشيلك يا تيتا، ده انت مش قادرة تمشي ولا دحرجك احسن. مش عاجبهم قلقان باكل موز على الشجرة. اما روح البيت بقى، عشان انا كده كلت موز وخلصت. مع السلامة. برافو برافو يا فلافيلو، برافو، ده انت بقيت شطور خالص في لعب الكورة، شاطر يا فلافيلو، برافو عليك. الله، بتعملها كده ازاي؟ هو انت ممكن تعلمني يا فلافيلو اعمل الكورة؟ الله، وكمان بترفعها برجلك، يا شطور يا فلافيلو يا شطور. برافو يا فلافيلو، برافو، عملتها الحركة الجميلة دي ازاي؟ عايزة اشوفها. برافو عليك شطور، عسولة انتي قطقوطة. برافو شطور شطور شطور. الله، انت اكيد بتروح تمارين الكورة. الله الله الله، جميل. شكرا يا اصدقائي، انتوا احلى اصدقاء في الدنيا. انا كل يوم هاجي ألعب معاكو وأشطلوه في الكورة زي ما أنا شطها، وأنتوا أحلى أصدقاء في الدنيا دي كلها. هعلمك يا سلحوفة إزاي تشوط الكورة، على فكرة ده سهل جدا. إيه ده، أنا سمع صوت صراخ، ليكون القرد ميمون هو اللي بيصرخ. يا ترى خير، القرد دوت مشاغب جدا وبيعمل مشاكل كتير، اكيد عمل في نفسه حاجة. يا ساتر استر، انتوا سامعين يا اصحاب الصراخ بتاع ميمون؟ انا سامعاه بيصرخ جاي من هناك اهوت. يا رب استر يا رب، يلا نروح نشوفه. في صراخ من بعيد، ده صوت ميمون.
ما نروح نشوفه بقى. هو جراله حاجة تسويته، يا رب ما يكون جراله حاجة. استر يا رب، يا رب ما يكونش وقع في البير او راح يتخانق مع الاسد زي ما كان. يا نهار ابيض، انا مش جاي معاكم عشان القرد النهارده. جايب الكوره شط في زلومتي وزلومتي وقعدني جدا، كان عمال يتريق عليا ويقول يا دخن ويا الكلبوس، وروحوا انتوا شوفوه وانا هاجي وراكم. معلش يا فلافيل، ومعلش يا حبيبي، انت طول عمرك قلبك ابيض وطيب، وفيل طيب وجميل كده خالص وكيوت. هو الميمون معرفش ايه اللي جراله، اتجنن ده ولا ايه؟ عمال عامل مشاكل في الغابة كلها وعمال يشاكس فينا، بس احنا عشان كنا اصحاب في يوم من الايام لازم نروح نشوفه، خصوصا ان هو بيستغيث بينا. هاجي معاكم بس بشرط ما اجيبش الكرة تاني في زلومتي، عشان الكرة جت في زلومتي ووجعتني. شاطر يا فلافيلو، طول عمرك قلبك طيب وحنين. يلا بسرعة بقى نروح نشوفه، يا رب ما يكون جراله حاجة. يلا بسرعة، يلا 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 يا فلافيلو، اجري اجري، يلا اجروا اجروا شاطرين. ألف سلامة عليك يا ميمون، مال رجلك؟ يا نهار أبيض، ليه مال رجلك؟ حصل لها حاجة؟ يا سنجوب، رجلي اتكسرت. أنا آسف يا فلافيل إن أنا ضايقتك الصبح، أنا آسف يا سلحوفة، أنا آسف إن أنا ضايقتك واتريقت عليكي. يا رجلي الحقوني الحقوني، بعد إذنكو ينفع تنادولي تتسلحفة؟ أنا مسامحك يا ميمون، أنا هودي ظهري عشان تشيلوه وتحطوه. يلا شيلوني. عشان نودي بيته. حاضر حاضر، هحاول اشيله، بس انت ودي ظهرك شوية عشان احط على ظهرك. سلحوفة سلحوفة لو سمحت، ينفع تشيليه معايا؟ سلامتك، الف سلام عليك يا ميمون، الف سلام عليك يا حبيبي، الف سلام. بالراحة بالراحة عليا يا سنجوب، بالراحة. استنى هاجي اشيل معاك. وطي شوية يا فلافيلو. برافو، بالراحة بالراحة عليه، بالراحة. ألف سلامة يا سنجوب يا ميمون، سلامتك سلامتك. اجري يا سنجوب بسرعة، انده لتيتا سلحفة. بالراحة يا فلافيلو عليه، بالراحة شوية. البيت هناك اهو، هي ازاي بتمشي كل ده؟ وصلت، بس يا رب تكون في البيت. يا تيتا سلحفة، يا تيتا سلحفة، يا تيتا سلحفة، يا تيتا سلحفة، يا تيتا سلحفة. الحق يا ميمون يا تيتا سلحفة، تعالي بسرعة، تعالي تعالي بسرعة، تعالي بسرعة معايا، يلا بسرعة بسرعة. ميمون تاني، هو محرمش؟ وبعدين انا زعلانة منه يا سنجوب، ده كل الغابة زعلانة منه، بقى يعمل حاجات ما بيعملهاش الولاد المؤدبين. يعني يقول لي سلمي لي على عصايتك واجي اشيلك يا تيتا ولا لا الدحرجي، وما ينفعش كده. وهو برضو يلا تعالى نروح نشوف يكون حصل له حاجة بسرعة. امشي قدامي. بالراحة يا فلافيل، عليا هتوقعني.
ليا. يا رجلي هتموتني، الحقوني، خلوا تيتا سلاح فتيجي. اصبر اصبر يا ميمون، معلش يا حبيبي زمانها جاية. انت ايه اللي جرالك؟ احنا معرفناش لحد دلوقتي ايه اللي حصل لك. اتزحلقتي ازاي كده؟ انا اتزحلقت وكنت باكل موز ورميته على الارض، واتريقت على تيتا سلحفة عشان قالت لي لمه. انا اسف يا تيتا سلحفة. الاول قوم كده وريني رجلك لكون اتكسرت. يلا يا فلافيل، انت وسلحوفة اعدلهولي قدامي كده معايا، عشان لو اتكسرت نجبسها له. يلا بسرعة اعدلوه، يلا. ده اتكسرت، انا جبستها لك اهي. الف سلامة يا ميمون، الف سلامة عليك. ان شاء الله اسبوع او 10 ايام وهنشلك الجبس. يلا انا رايحة بقى، مع السلامة يا ميمون. انا اسف يا اصحابي. انا اسف، مش هعمل كده تاني، ومش هاكل موز، وهحترم الكبار. انا اسف خالص، وكمان مش هرمي القشرة على الارض، وهحترمك يا تيتا سلحفة، وهلعب مع اصحابي بحب واحترام. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل الحواديت اللي احنا بنعملها، وكمان ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو.